التعليم هو أساس نجاح الأمم وشوكتها، فهؤلاء هم نجومنا وهؤلاء هم أقمارنا. مبروك مبروك سلام. كيفك؟ شو اسمك؟ مريم. علي صوتك علي صوتك. مريم حضرتك سنة. إني ياكل أبوكم عم يصوركم وبهتم فيكم. في ناس عندها شغل بتقول لك ما عندنا. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. وحملي للكون بني يوم حكيت تتمني، ويوم ليل الهدرة يوم ليل. أبو إيش حضرتك؟ أبو عمر. على رأسي أبو عمر، الله يسلمك. أطال الله في عمرك. قديش المواليد؟ مواليد 55. 55؟ إيه. هيك الواحد بيفرح ما بيشوف الأولاد. هدول جيل المستقبل، هو جيل المستقبل. هدول بيطلع منهم الدكتور، بيطلع منهم المهندس، بيطلع منهم الضابط، بيطلع منهم من جميع المواد، والعالم والعالم والعلماء، ومنهم بيطلع أخيو شو اسمه من علماء الفضاء. شو بيمنع يعني سوريا فيها هالعائلة؟ الحمد لله الحمد لله، أم العلم والعلماء في سوريا. وهلا البداية هيك معناته في تشجيع. الحمد لله. بيختارون وبيعملوا مسابقات، وبيطلع واحد بيطلعوا اثنين، بيزيعوا اسمهم، بيعطون هدايا. هذا فحص المدرسي. أيوة. التاسع والبكالوريا. هدول المتفوقين. أيوة هدول الرأس القائمة. أيوة. شو اشتغلت أبو عمر بالحياة؟ أنا كنت أنا من معارة النعمان. يا أميد أهلا وسهلا فيك والله. أنا نازح من معارة النعمان، كنت اشتغل فرواتي. أوه. في فروة. في فروة بسوريا ظريفة ما يقولوا، هي معراوية؟ إيه مشهورة المعرة بالفروة. محمد السليم. إيه مشهورة بالفروة. المعرة مدينة بالعالم كلها معروفة. يا خي المعرة أقدم من إدلب. أقدم من إدلب، وحتى يعني بدك تقول هي بالقدم مخواي حلب. أيوة على رأسي والله. مرحبا كيوم. الله يسلمك. يلا إن شاء الله هيك نجتمع ب. الله أكرم الأكرمين. تسلم تسلم يا أبو عمر. تعدي جنبك دقيقتين. مرحبا. والله أنت موقعك استراتيجي. نعم نعم. لتكون من أعضاء لجنة التحكيم؟ لا والله عندي ابني هون. مشارك. مشارك نعم. وانت صاير قريب منه. نعم. يلا إن شاء الله هيك طلع اسمه، طلع حكوا عنه. والله عم يحضر هو تطبيقات، مشارك بتطبيقات موبايل. ايوه. ايه عم يحضر هلا بعد شوي إن شاء الله. شايف هلا اختلفت يعني المسابقات، واختلفت النشاطات، صارت علمية أكثر ما؟ نعم. ايه حلو. نعم هاي خير بحق بلدنا انه للتطور والتقدم. الحمد لله بيعكس يعني جيل هيك يتأسس غير شكل. نعم نعم نعم. ما صحنا نحن هيك شيء. شو بتشتغل؟ والله مواد اوليه تبع منظفات. الله يعطيك العافيه. بالكيماوي نازل. نعم. الله يعينك والله. صحيا شلون؟ تمام. ظروف فنيه مثل ما بدك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جاي لحالك انت ما تحضر ابنك؟ وابني معي. ابنك الكبير. الكبير نعم. يلا هيك كم ولد عندك البركه؟ الحمد لله ثلاثه وبنت. ايه الحمد لله. الله يسلمهم يا رب. الله يسلمك ويجزيك كل خير. بعيدك سعيد بالحياه انت؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يلا هلا شوي ثانيه اذا لقطناه بنحكي معه. الله يجزيك كل خير. شو اسمه؟ اسمه يزن العلي.
ان شاء الله هيك الف مبروك سلف. الله يسلمك. شكرا. الله شكرا. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. يعافيك هلا استاذنا. مشارك شيء من اهلك من اخواتك؟ بناتي تنتين كانوا مكرمين يعني بنات طلاب يعني طالبات. يفرح الواحد وقت يكون في شيء جديد يعني غير ما انه المسابقات شيء له علاقه بالعلم بشجع الاهل الاهالي والاولاد يعني اكيد. الشاشه هون عريضه يعني بيشوفوا تماما شو عم يصير شو صحيح. ما صحيح. يعني تقنيات متوفره الحمد لله. هذا اول مهرجان يعني بيشاركوا اولادك أول مهرجان بحضره اول مهرجان بيشاركوا في مسابقه هني أيوة. شاركوا بمسابقه الاي كيو بنتك درست انا طبيب عام لا اذن انف حنجره قديش مواليدك دكتور 79 79 والله قاطع شوطه منيح انت ايه صار لي تقريبا 20 سنه مخلص اختصاص اسمي كريم قاسم السخيطه جي سهل خلاص في قاسم اخوات تعي مريم سنه مريم سنه قسم التجان تخرجت من اي جامعه دمشق مرحبا بك حلو ايام اي والله يعني اتيبا الخضراء وتحديدا الى مجمع اي تي سي ذكريات حلوه زراعه في معرض الروبوت يعني الى ذكريات رائعه تعالوا تعالوا اهلا وسهلا فيكم تفضلوا مبروك مبروك سلام كيفك شو اسمك مريم علي صوتك علي صوتك مريم حضرتك سنة انيالكم لابوكم عم يصوركم وبيهتم فيكم في ناس عندها شغل بتقول لك ما عندنا يعني بالك طويل انت ما الحمد لله رب العالمين والله بصراحه ام بالي طويل يعني انا عند لما شوي متفرغه طبيبي كمان بس متفرغه شوي سنتعلم ان شاء الله تعالى يلا هيك شلون كيف شايفين المهرجان كيف شايفينه حابينه كثير حلو كثير منظم كمان بنطلع على المشاريع حلو المنظمه الطلاب وعباقرة المستقبل بإذن الله صورتوا ولا نحن قطعناكم على التصوير لا خلصوا صورنا يلا أمنتوا على حالكم يلا شو التيجان الحلوة هاي هاي خجولة هاي مريم خجولة يلا الله يفرحهم هيك دائما اللهم آمين ويسامك حلوة هالظاهرة هاي أكيد المسرح تكرما فضلا وليس أهلا وسهلا فيكم شكرا لك دكتور ما في كراسي ما من عجقه والله سهلا وصلت هلا وصلت متاخره يعني ايوه ليش الساعه ليش هلا في 7-8 9:30 9 رح يخلصوا يلا ما مشكله لحقنا المهم تتفرجوا ايه شو اسمك حموده جاد ايوه مين في عندك معهم بس هاولاد جوزي هنيك ان شاء الله هيك بالك طويل عليهم لا الحمد لله ما بيعذبوني موظفة شيء مدرسة ست بيت كوفيرة تمام يلا هيك لو الأيام شوي هلا بدها شغل وتعب يلا الحمد لله الحمد لله صاركوا زمان هون بإدلب كل الشكر لا والله نحن ما من إدلب هلا جينا على أمل من وين جايين سلقين في معارض أخرى سلقين لهم على منصة التقديم أهلا وسهلا فيكم امشوا حضرتك أم محمد يا هلا أهلا وسهلا فيكم الله يسلمون يا رب شو اخذت شو عندك هاي لاخوي الك ولا له له ما يلا الك وله نفس الشيء شو فيها ساعه شو اسمك محمود سلوم يا عيني ما احلاكم والله كيف اليوم المهرجان المسابقات شلونها منيحه ايه الحمد لله شو اللي ما عجبك فيها ماشي كلها حلوه ما مين معك؟ مين جاي معك؟ ما حد جاي لحالك؟ شو جاي؟ بالسكليتة؟ لا بالسيارة؟ لا بالحصان؟ لا بالمطار بالمطار؟ مين يسوق المطار؟ أخوي وينه أخوك؟ الكبير هون أخوك الكبير؟ أهلا وسهلا فيه أهلا فيك أول سؤال قديش طولك؟ والله ما بعرف يعني فوق 80 ما بعرف والدتك؟ ايه طالع على والدتك معناته ما؟ قديش؟ الله يسلمون يا رب شو عندك غير الشاب؟ 3 صبيان وهي البنوتي الله يسلمون يا رب لكم حدا مشارك ولا جايين تتفرجوا انتو؟ عندي ابني محمد السلوم المركز الثاني بالاي كيو معناته هي الهدية من حلو وبنتي صف تاسع امبارح كرموها مبروك الله يبارك فيك يا رب تاج ايه وساعة ذهب وجمهور ما وتصوير وذكريات ها
وهي الباقة؟ هاي هدية من ماما الله يخليها. نيالك نيالك يلا الله يسلم لك ياهن. وقت اللي قالوا لك بدنا نشارك وكذا قلت لهم ايه ولا صفنتي؟ انا معهم بكل خطوه إيه؟ بكل خطوه لاولادي دائما كانوا يشاركوا معرض الروبوت والمسابقات وانا كنت معهم داعمي الاول لهم. من وين انتم بادلب؟ من نفس المدينه ولا لا؟ نحن من ريف ادلب من معرزيتا. معرزيتا يلا هلا الامور ان شاء الله هيك تتحسن اكثر و يعني هون درس وكمل وبقي يعني ولا؟ السنة بدي أقدم بكالوريا إن شاء الله السنة الجاية. السنة بكالوريا؟ السنة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله الله يسلمهم يا رب. يلا الأم هيك بتشوف حالها بأولادها إن شاء الله. بس مو تدللوا كتير يعني عليها تريحوها شوي. إيه أكيد. لأنه هاتي هاتي يلا أعطينا أعطينا أعطينا. ونحن كمان بدنا نعطيها. إيه أهلا وسهلا فيكم. كما بدأنا وأسلفنا أننا سنقوم الآن بتكريم المساهمين معنا في هذا الحفل المميز. نروح لعند ابو رشيد. ايه بده المقابله معي انا. تفضل. هن بده المقابله معك. هيك الظاهر هيك انا شايف. يجوا يقابلوك. تفضلوا ميت السلام يا اهلا وسهلا بالشباب. قال بدهم اسئله. اسئله مني انا؟ انت اعطينا الاسئله مشان نجي أيوة. نقابلك فيها. طيب مين فتح الاندلس؟ قال له ما بقول لك. طيب يعني انت الصوت الملعلع هون ما؟ الحمد لله رب العالمين نعم. ساعه ساعتين ما في تعب. والله شغلنا يعني من زمان كتير الحمد لله رب العالمين. احنا بنشتغل في مجال تقديم الاحتفالات والمهرجانات احتفالات المدارس الفعاليات بشكل عام يعني. هندسة الصوت ظريفة احيانا تتعب يعني اذا ما كان الصوت صح شيء اكيد. هندسة الصوت صراحة هي العنصر الاساسي في النجاح، والعنصر الثاني في نجاح المقدم او الاحتفال هو الجمهور حقيقة يعني. بدون الجمهور ما بيحصل معك اي شيء. احيانا اذا واحد نسي شغلة غلط شغلة والجمهور قدامه والاولاد صغار واهلهم نعم. يعني هي عبء يعني بتحسها مسؤولية. شيء أكيد هي مسؤولية كبيرة، ولكن شوف يا صراحة لما يكون عندك اليوم مقدم اشتغل في هذا المجال فترة طويلة فبيصير في عنده مخزون من الكلمات. فإذا كان عنده ثقة بنفسه صح ممكن أنه يطلع على المسرح حتى لو كان قدامه 15,000 20,000 واحد ليكون عنده ارتجال مباشر. تمام. فبالتالي اليوم هي فعلا يعني لما نقول نحن الإعلام أقسام هي فعلا أقسام. اليوم المقدم عنده مخزون كلمات حتى يصل إلى المرحلة اللي هو بده إياها فعلا. بتكون في عنده ملكه وذاكره وكذا وكانه على الهواء بالضبط. ما في يعني بالضبط. الغلطه الغلطه بكفره على الهواء. نعم. وانت قدامك بقى الناس كلها بدها تطلع وينقال اسمها وما نعم. يعني. نعم شيء اكيد شيء اكيد حقيقه. بشكل عام اليوم المهرجانات او الاحتفالات او الكرنفالات لما بيكون في عندك اعداد كبيره والجمهور متفاعل هي بتعطيك خلينا نقول حافز للمقدم اكثر انه يوثق بنفسه اكثر انه يعطي التفاعل الرائع. لكن لما يكون الجمهور ضعيف حتى لو كان عدده قليل تمام ما راح يكون في عندك ابداع من قبل المقدمين حقيقه. من الصوت ومن المفردات ومن الكلام الناس بتحس انه في مهرجان بالضبط. هو تلاقي الجمهور كله ساكت ما صحيح صحيح هذا الكلام صحيح. لهجتك انت من وين؟ انا من ريف ادلب الشرقي ضيعه اسمها تفتناز لكن انا من مواليد اليمن تمام ودراستي لغه انجليزيه طبعا. بدات العمل في مجال التقديم من الصف السابع يعني من اكثر من 15 عام واكثر. كانت ايام المدارس طبعا وسبحان الله احد المرات يعني كان حفل عالمي او خلينا نسميه حفل على مستوى الجمهوريه اليمني كنت انا المقدم اللي فيه فبالتالي من هون كسرت الرهبه. اليمنية قالوا له آه يا سوري. بالضبط بالضبط بالضبط. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب وشكرا لجهودكم أنتم حقيقة يعني اللي بتوصلوا صوت هذول الناس. بارك الله فيكم جميع. شكرا شكرا. الله يعطيكم العافية. صحيح الاسم شو بيقولوا أبو رشيد؟ بيقولوا أبو رشيد. معروف اسمي أبو رشيد ولكن الاسم الحقيقي عبد الله حلاق. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. يا مرحبا. ليش بيهربوا من الكاميرا؟ ما بعرف امر طبيعي يعني بوشهر سؤال. لا بيكون بجوز قايلهم بالبيت انا مو طالع على المهرجان. هذا الحكي بيكون هربان من مرته وما بيقول له ما نجي على المهرجان وهو بيجي على المهرجان. والله شيء حلو ما انه الواحد عم يسمع هيك المتفوقين أمر وكذا. امر طبيعي ما في اروع من المتفوقين حاليا. الحمد لله. وقت الواحد بيتفوق في حياته بينجز انجاز عظيم بيفتخر الاب والام فيه. احيانا بمحافظات بيصيروا صخر عظيم هذول. نسبة الشباب هون البركة منيحة يعني وين بتروح بتلاقي شباب منيح. بتلاقي شباب بتلاقي نساء بتلاقي ختايرة بتلاقي زلم بتلاقي مجتمع متكامل. مجتمع متكامل عرفت شلون؟ مجتمع جاي على فرحة. هو هاي فرحة الأهالي في أولادهم إنه جايين على المهرجان والعالم عم بتشوف هاي يعني بتغير جوا
بيتغير من الاكتئاب والحزن الى جو فرح. شو اسمك؟ محمد مصطفى عبد الباري. محمد مصطفى عبد الباري تجوزها؟ لا والله عزابي. هي واحدة من ال ولايتي ما بدك. انا بعيد حاليا لان هيك الوضع شوي. اهلا وسهلا فيك. من زري. يا هلا بيك. يحملها نجوما واقمارا سابعة. نعم انه مجمع الاي تي سي. شو مخترعين؟ أصل المكفوفين ذكي، هاي العصا بتساعد الأشخاص المكفوفين بحياتهم اليومية خاصة إذا كانوا بأماكن عملهم أو إذا كانوا بالشارع. وهلا بدنا نشغلها. هون نحن عنا حساس النيتو بيعطينا إنذار عن طريق الزمور، يعني عن بعد 60 سم، كل ما قربنا بزيد الزمور. وهون عنا أيضا كمان مقاومة ضوئية موصولة مع ليد، إيتو بس صار الليل يعني بين المغرب والعشاء، إيتو بيعطينا ضوء عشان يعني يحذر الشخص قدامه إنيتو في شخص كفيف. وهون عنا أيضا كمان وعندنا الجي بي اس لتحديد الموقع مربوط مع بطاقة السيم مع رقم هاتف شخص مسؤول عن الشخص الكفيف، فإذا راد الشخص الكفيف يرسل موقعه للشخص المسؤول عنه فبيضغط على الزر الموجود هون فبيقوم الجي بي اس بإرسال موقعه، أو إذا كان الشخص الكفيف ضايع فالشخص المسؤول عنه بيرسل رسالة للجي بي اس فيقوم يحدد له موقعه. كيف إجت الفكرة يعني عنكم؟ هلا كان عندنا معرض الروبوت السابق عدة مشاريع، فنحن حبينا نختار مشروع يكون بفيد المجتمع، فاخترنا عصا المكفوفين الذكي. هي كانت موجودة سابقا بس هلا طورناها بهذا المعرض. مين ساعدكم لحتى تجيبوا هي المواد وتزبطوها ومع بعضها؟ الأستاذ محمود سليماني. منكم الأدوات كلها على حسب الفكرة أنتم بتطبقوها؟ أنا أمنت كل الأدوات. الله يعطيكم العافية. شو اسمك؟ سنة الزير. عيدي بالله سنة الزير. ليش مستعجلة كتير؟ سنة الزير ليان جعفر. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. بك شو الحلو؟ كيف هي زبطت معي؟ في القطعة الليجو الحمد لله. يعني كيف جمعتيهم مع بعضهم؟ كيف؟ القطعة الليجو كانوا كل وحدة من فردي، بعد ما صممناهن وركبناها القطع الليجو طلع معنا هذا المجسم اسمه مشروعنا هو زناب. انت شو اسمك؟ مايا العثمان. اه يا مايا. وحضرتك؟ الما العثمان. ساعدتيها انت؟ اشتغلتي انت وياها؟ اشتغلنا سوا. شو سويتي انت؟ نحن رتبنا التو لارج موتور والوان ميديو موتور بيتحرك احرطة الرقبة تقدم لقدام ترجع لورا، والحساسات اذا عشان اذا حطيتنا ايدنا تقدم لقدام بتفتح تمها وبتقض. يعني هي اول مره بتساوي هيك شغله؟ لا بفضل المدرسه وابويا احسننا نتعلم اشو وصرنا مثلا هون عندنا التراسونيك والتو ميديوم متر وون ميديوم متر وعقل مدبر. هون بعد ما صرنا مثلا يعملوا مساحه اكثر وبيعرفوا اشو، وكل ما كبرنا بنعرف اكثر. ابويا شو عمل لكم؟ ساعدنا بفضل يعني كيف ساعدكم هاتي ليش؟ حطنا بهاي المدرسه اي تي سي الحمد لله. شجعكم؟ شجعنا لنصير هيك. يلا ان شاء الله دائما هيك. شو اسمه ابوكي؟ حمود. محمد؟ هو اسمه محمد بس بيقولوا حمود. ايه. ماما شو بتقول له؟ بتقول له حمود. حمود. محمد شو؟ محمد عدنان العثمان. اهلا وسهلا فيكي وسلمينا على ابوكي. لحالك جايه؟ انا مديره الاي تي سي الحلقه الاولى والروضه. يا اهلا وسهلا فيكي، يعني نحن جايين على الميدان تبعكم. أيوة. تمام على الميدان اللي عنا. عرفينا على القصة اللي عم نشوفها. حاليا نحن بافتتاح معرض الروبوت، كل سنة بنقيمه، هاي لرابع سنين الحمد لله. وبالإضافة للتكريمات اللي قمنا فيها للبرنامج الحساب الذهني، برنامج الاي كيو،
والحمد لله يعني نال ان شاء الله يكون اعجاب الجميع. والله سجلنا انطباعات، الناس مبسوطه الحمد لله. كل سنه في عنا هذا، هالسنه غيرنا، حاولنا يكون بمكان عام ليشوف اكبر قدر ممكن من العالم، والحمد لله كان في استجابه حلوه من جميع العالم، والله يوفق الجميع ويختار الخير وتشوفوا تفضلوا وتشوفوا المعرض ان شاء الله. في امل انه تستمروا يعني ما بتوقفوا؟ ان شاء الله، لان احنا مستمرين باذن الله، وصلنا رابع سنه هاي بافتتاح المعرض للروبوت، هاي رابع سنه باذن الله، وان شاء الله مستمرين. نحن هاي 10 سنه بمجمع اي تي سي، نحن صرنا 10 سنين فاتحين المجمع. شو اسمك؟ الان سهلة باطوس، مديره مجمع اي تي سي، مديره الحلقه الاولى مجمع اي تي سي. باطوس يعني ادلب. ما ادلب معاكي بناتك اولادك؟ اولادي. الله يسلمهم. هون اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. والله جهد يعني زوجتك عندها الخلق. الحمد لله رب العالمين. بس باينتو كثير باله طويل وهادي و... باله طويل معانا لحتى يتحمل ضغط العمل اللي انا بقوم فيه هون خلال المعرض. حتى بقلب المعرض يا ريت يعني في سوق للهدايا للاطفال، في معرض الانشطه خلال السنه، كل شيء انشطه قاموا فيها الاطفال نحن عملنا لهم قسم لحتى نعرض لهم نشاطاتهم خلال السنه. يعني النسوان بالبيت بيحكوا كثير وبرا كمان بدهم يحكوا، كمان بيحكوا كثير. يعني بتخزن انت يا حرام، كل ما رحت بيحكوا كثير. معناته طلع بالاخير انه الرجال بتسمع كثير. بتسمع كثير ابدا. وقتها مضغوط ووقتك انت بالشغل كمان. يعني انا مدرس رياضيات استاذ حسن سليم. الله يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. كمان يعني انا كمان وقتي كمان مضغوط بين دورات بين مدرسه بين كذا، يعني اني في كمان ضغط، بس لا باس يعني تحملين الضغط هذا الحمد لله رب العالمين، ومتوافقين مع هالموضوع هذا. العقل الرياضي. اي طبعا. هاتي لشو؟ قولي. قولي لشو يلا. I am Muslim and I am second grader in ETC private school. على مهلك تذكري وشوي شوي، وإذا بدك بنعيد وبنرجع. And I am من الأول عيدية. Hi, I am Muslim and I am second grader in ETC my private school. My school is special because I learn math and science in both English and Arabic. This is what we call bilingual education. تمام. شكرا لك، الله يعطيك العافيه. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعه معاكم. جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.